حكايات قصص من واقع الحياة. تعرف على أغرب 10 وجبات في العالم. المشيمة البشرية ومخ القرود. تتنوع الوجبات الغذائية من بلد إلى آخر، ففي مصر نجد وجبة الجبن القديم والرنجة والفول والكشري من بين الأكلات التي تشتهر بها المحروسة، في حين تجد طبق السوشي من بين أكثر الأكلات المحببة في الصين. ولكن لن تتخيل أبداً أغرب الوجبات حول العالم، فيمكن أن ترى طبقاً من الحشرات المشكل والدود المقلي والتفنن في مأكولات أخرى بعيدة كل البعد عن المعروف والطبيعي في بلدك، حيث اشتهرت بلدان بوصفات غذائية غريبة والتي قد تصيب الشخص بالغثيان لمجرد رؤية صورة منها أو سماع مكوناتها فقط. عناكب بيتزا الكمبودية. في كمبوديا بدأت هذه العادة من أكل العناكب المقلية أثناء فترة القحط والمجاعة التي مرت على بلادهم، ولكنها تطورت لتصبح عادة حتى وقتنا الحالي. نبيذ طفل الفئران. هذا مشروب تقليدي في الصين وكوريا، وهو يعتبر منشط للصحة، وهو يعد عن طريق وضع الفئران حديث الولادة في زجاجة نبيذ وتركها لتتخمر. الجراد المقلي. طعام مفضل لدى سكان دول إندونيسيا وبلجيكا ودول آسيا وإفريقيا. مخ القرود. يتم تناولها في الصين وآسيا الجنوبية وبعض الأماكن في إفريقيا، حيث تؤكل مباشرة بعد قطع جمجمة القرد بأداة حادة. القوارض المشوية. تؤكل في أمريكا اللاتينية، بالأخص في منطقة الأندير وبيرو ودولتي بوليفيا وكولومبيا، وتعد من الأكلات الشعبية هناك. حساء الخفافيش. على الرغم من أن الخفافيش تعتبر ناقلات لأمراض سيئة، إلا أنها تطبخ على شكل حساء رئيسي في تايلاند وبعض أجزاء من الصين. المشيمة البشرية. يتم تناول هذه الوجبة لاعتقاد بعض الناس أنها تمنع اكتئاب ما بعد الولادة ومضاعفات الحمل الأخرى، وهي شائعة في أمريكا وأوروبا والمكسيك وهاواي وجزر الصين. حليب الفرس المخمر. يتكون هذا الشراب من حليب الفرس المخمر، لأن حليب حصان الأنثى يحتوي على الكثير من السكريات المخمرة التي تفوق حليب البقر أو حليب الماعز، ويحتوي على الكحول، كما أنه يستخدم كملين قوي. طبق الحشرات. يوجد في العديد من دول العالم كالصين وتايوان وتايلاند، وتعد الصراصير من أبرز الحشرات الرئيسية في هذا الصنف. بيض النمل الأسود. ينتشر هذا الطبق في المكسيك، حيث يأتون بمكوناته من عشوش النمل الأسود العملاق، وهو مكون من بيض النمل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى علامة الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد. حكايات قصص من واقع الحياة.